بلش العيد، وكل عيد بلبنان له طعم مختلف، وطعمة المعمول بتشغل الكل، وهي من العادات والتقاليد يلي ما بتتغير شو ما كانت الظروف. البعض بيلجأ للباتيسري مطرح ما بيتحضر المعمول على أنواعه، وبجولتنا على بعض المحلات بين إنه الأسعار بتتراوح على الشكل الآتي: معمول بتمر 14 دولار الكيلو، معمول بجوز 16 دولار، معمول بفستق 20 دولار للكيلو. أما البعض الآخر فبفضل صناعة معمول العيد منزلياً تمسكاً منهم بهالعادات. شريته أوفر، بس نحن معودين كل سنة، كل صرنا 40 سنة بنعمل جوز وتمر وفستق ولوز. 5 كيلو بعمل كل سنة بالدرزين ودرزينتين. عم نعمل العجينة إسا هلا، منعبيها جوز وتمر وفستق حلبي وبنحط بالفرن، نخبط بالفرن ومنرش من سكر بودرة. فكل كيلو عم يتحضر بالبيت بكلف حوالي 2 مليون ليرة لبنانية. السميدة 120 للكيلو، السميدة بدون زبدة، الزبدة ب500، المطيبات ب300، السكر مثل المظهر والمواد من عنا موجود. وهالكلفة هي لتحضير العجينة والمعمول من دون خبزه واحتساب استهلاك الغاز. نحن معودين كل سنة هيك بنعمل، بنبقى بنبرم عند بعضنا عند الجيران، كل وحدة بتعمل بنهار، يعني ما حدا بيعمل اثنيننا سوا، ما بنعمل مع بعضنا لأنه حتى نبرم عند بعضنا كلنا سوا. اليوم أنا فرست عن المدرسة مشان إجي ساعد تيتا بالمعمول، وأنا كل سنة بساعدها وهذه السنة طلعت أطيب شيء. هالجمعة كل سنة ما بتتمن، ولو قد ما كلف حلو العيد. بين شريته وبين تربيته، اللبناني ولو كلفت مليون حبة هالمعمول رح يضل متمسك ببركة العيد ولو تحت رحمة تقلب الدولار. يارا الهندي، MTV.